السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنناقش تتبع أخطاء الووردبريس وحل المشاكل. طبعا بداية تذهب إلى بلجينز وتقوم بإضافة إضافة اسمها سايت هيلث. طبعا سايت هيلث هي عبارة عن بلجين نستخدمها بشكل كبير لمعرفة مدى صحة الووردبريس التي نشتغل عليها. فيوجد العديد من الأدوات للفحص سايت هيلث، من ضمنها هيلث تشيك ترابل شوتينج. طبعا العديد من المواقع في الفترة الأخيرة تعمل سايت هيلث بشكل افتراضي، يعني في ضمن البلاجنز أول ما تنزل الويب سايت في إشي اسمه سايت هيلث. العديد من باقات الاستضافة بتضيف هاي الميزة بدون ما تنزل البلاجن، لكن إذا مش موجودك تنزل إضافة اللي حكينا لكم عنها. هلا أول ما نفتح الويب سايت بعطينا هنا السايت هيلث إنه جود، يعني تمام، وضع ممتاز. هلا في ممكن يكون في بعض الريكومنديشن، إذا في أشياء بدها إصلاح ممكن يكون عليها باللون البرتقالي أو اللون الأحمر، فبدك تتابع المشاكل المختلفة الموجودة عشان يتم حصول على أفضل أداء في الووردبريس. طبعا من ضمن الإبروفمنت لما أروح على ستيتس بحكي لي إنه في عندك بلجنز إن أكتيف، في عندي بلجن ثيمات لازم موجودة بس مش مستخدمة، إصدار الـ PHP 7.3 لازم نحدثه مثلا 7.4. فالعديد من المشاكل هاي ممكن نصلحها بشكل عام من خلال السايت هيلث، بعطيني زي suggestions. طبعا أول ما ندخل إحنا على الووردبريس الداشبورد بلاحظ كل التفاصيل الموجودة هنا، في notices زي مثلا هنا في نوتس على السناب بيكسل، في نوتس على أشياء أخرى، كلها بلاحظها في الداشبورد. فمن المشاكل اللي شفناها إنه لازم نحدث إصدار الـ PHP. خلينا ندخل على موقع ثاني، شوف موقع هذا وضعه مش ولا بد، يعني هاي شايف في كثير، مثلا هنا في خطأ، هنا في خطأ، هنا في خطأ، في خطأ، في أخطاء كثيرة، في بلاجنز بدها تحديث، في عندي إصدار الـ PHP رسالة، شوف رسالة قوية هنا إصدار الـ PHP لازم تحدثه. ففي مشاكل أكثر من الموقع، وكمان بتلاحظ إن الحالة الصحية لا يبغي تحسينها. فكل هاي الأمور إحنا بنمشي على السايت هيلث اللي هي صفحة التحقق من صحة الموقع، ونمشي عليها واحدة واحدة عشان نحصل على أداء سريع. طبعا من أفضل الأمور اللي لازم تعملها اللي هو تحديث إصدار PHP. فكل المشاكل اللي ممكن نشوفها ممكن نحكيها في الحالة الصحية للموقع. فكيف ممكن نرفع إصدار PHP؟ بشكل عام بدك تروح على لوحة التحكم الخاصة فيك على الاستضافة، تروح بعدين تعمل اشي اسمه Change PHP Version زي اللي حطينا بالسهم الأحمر، بتغير الإصدار مثلا 7.4 أو ما إلي. هلا ما تغير الإصدار PHP 8 إلا تمنك تكون تعرف إنه جميع السكريبتات اللي عندك متوافقة مع الـ PHP 8. في باقات استضافة ثانية تقدر تدخل على الـ WHM أو على السيبانل في Change PHP، برضو تقدر تختار PHP Version من هنا وتعمل Apply على الدومينات اللي خاصة فيك. فبختار الدومين، بختار إيش الإصدار PHP، بعدين بعمل Select. فهيك أنا بقدر أعمل Upgrade لل PHP Version بشكل عام. هاي بعض الأمور اللي بتساعدنا فيها السايت هيلث. في بعض أحيان كثيرة السايت هيلث ما بتفتح عندك لأنه أصلاً ووردبريس بيكون فيه مشكلة ما بيفتح عندك. فكيف ممكن حل هاي المشاكل؟ بدك تدخل طبعاً على الفايل مانيجر أو على الفايل زيلا أو على FTP، بدك تروح على فولدرات الخاصة بموقعك. في دائماً إعداد في WP Config، إذا بنفتحه الكود إديتور في إعداد إشي اسمه W Debug False، فبعمل W Debug True وبعمل Save. طبعا لما تعمل سيف انت فتحت الديبج في الووردبريس، فبتقدر تدخل على موقعك الان، في اشياء كثيرة راح تكون موجودة في ضمن موقعك بتقدر تفحصها. يعني مثلا في عندي undefined index في سطر 106، في بلجن في WP content plugins green backend API includes في كلاس اسمه class setting سطر 106، فبقدر انا اعرف وين هذا الخطأ موجود واصلحه. فعشان هيك بروح مثلا على البلاجينز، على الإضافة الموجودة، على الانكلودز، على الكلاس سيتنج سطر 106، فبقدر أفتح من الووردبريس إديتور
روح على الملف اللي فيه مشكلة وصلحه من خلال الذهاب مثلا بلاجنز اديتور. في عندي اخطاء ثانية طلعت ايضا، كل هاي الاشياء بقدر اشوفها. بروح هنا على بلاجن لجرين باك اند موبايل اي بي اي مثلا، بختار سيلكت، بروح على سطر على الاندكس على الانكلود كلاس سيتنج سطر 106، بشوف وين سطر 106 موجود، بنزل هاي سطر 106. في خطأ مثلا هنا في الكود سطر 106 اللي هو if post verify، الكود بيمشي لكل الأسطر اللي تحت. اوكي بيمشي من سطر 106، لاحظ بينتهي الكود في سطر 169. فبقدر مثلا اضيف انا كورس زيادة هنا واطلع على السطر اللي اسمه 106. قبل ما نفحص على الاف بوست ممكن يجي مثلا نفحص اف الست للبوست هاي في البي اتش بي از ست، اذا الست للفيرفاي اذا اف الست للفيرفاي الموجودة عندي، اروح امشي في الكود الموجود. فبعمل هنا ابديت، اوكي بعمل ابديت طبعا ده الملف عشان احل هاي المشكلة. طبعا بدك تعمل تشينجز هاي بدك تعملها، بدك تعملها اوفر اف تي بي عشان ما يكون عندك مشاكل في وضع التعديل. طبعا احنا في عندنا في الداشبورد دائما بدك تروح على الداشبورد الخاص فيك، في ممكن يكون اخطاء ثانية مثلا هنا في عندي ايش اسمه ماي ويب انكلودز اوبشن، في بعض المشاكل الثانية، في بعض المشاكل بتكون عبارة عن نوتس اشي خفيف يعني مش خطأ ممكن يعيق عمل الموقع، لكن يفضل انه يتم حله. الورنينج التحذيرات هاي برضو مش اخطاء يعني اخطاء قوية، في اخطاء بسموها كريتيكال ايرورز اللي هو الموقع كلياته ممكن يتعطل. فإحنا بشكل عام لما نيجي نعمل تعديلاتنا ما بنفتح هاي القائمة لوقت طويل، يعني بنحاول فقط نفتحها لوقت بسيط جدا عبين ما نقدر نصلح المشاكل. بعدها بروح على WP config وبرجح للوضع الفولس عشان يعني يرجع الوضع طبيعي. طبعا في بعض المشاكل ممكن انك يعني وانت تشتغل يعني تتجاهلها مؤقتا اذا كانت بس warnings واشياء بسيطة، بس اذا كانت critical errors هاي بتشكل خطأ كبير على موقعك، فبالتالي يعني موقعك ما راح يشتغل بشكل نهائي. في امر اخر بالنسبة للديبوجينج، في شيء اسمه query monitor. الكويري مونيتور هي عبارة عن اضافة احنا بنستخدمها في مواقع الووردبريس عشان نشوف كيف الاداء الخاص في الموقع. فكثير امور راح تبين معاك من الكويري مونيتور، مواضيع سرعة الكويريز اخطاء، يعني زي ما تشايفين احنا الان داخلين على صفحة الداشبورد مثلا في عندي فوق ايش اسمه كويري مونيتور، فبطلع في عندي ايرور بي اتش بي ايرور نوتس، بيجي بحكي لنا الايرور نفس ما حكينا في سطر 106 في ايرور. فبرضه الكويري مونيتور بتساعدني في معرفة الاخطاء اللي بتصير في الموقع. اذا انا بفتح ال WP admin اوكي بروح ايضا الكويري مونيتور شغال عندي، اوكي ايضا نفس الخطأ اللي هو undefined index. اذا في مثلا دخلت على صفحة ثانية ممكن يعطيني مشكلة مثلا في كويري، او في عندي مشكلة في اللوجز معين، او في مشكلة في شو التمدة الحالي اللي احنا نازلينه، شو الهوك اللي بيتم نداءه. بعدين في عندي هنا سكريبتات اللي بتتلود، شو الجافا سكريبت اللي بتتلود في هاي الصفحة، شو ستايلز اللي بلود في هاي الصفحة. ايضا بقدر اعرف شو الهوكس والاكشن اللي تم تسجيلها بهاي الصفحة ونداءها، شو اللغات المختلفة اللي احنا بنستخدمها واللانجوجز اللي هي .mo files، ال HTTP API calls، ال transit update، ال capability check،
طبعا هاي لازم عشان تفحصها تعمل enable ال capability check في wp-config file. في عند ال environment تشوف ال environment كديش في عند ال local errors، كديش في عند extensions، كديش في عند التفاصيل الخاصة بالسيرفر، كديش الممر limit مثلا هنا معمولة 128 ممكن ارفعها، كديش ال upload file size، شو النوع الداتابيس اللي مستخدمها، كلها ديباج كامل على السيرفر، conditionals، كل التفاصيل اللي انت بتشوفوها. فهي الصفحة مثلا داخلين عليها هي عبارة عن السنجل والسنجولار. لو رحت على الصفحة الرئيسية مثلا طلع هاي الصفحة is home is a front page. اوكي بتروح مثلا اهلا بالعالم، لا هي عبارة عن مقال، فالمقال سنجولار and so forth. تروح مثلا على الاثر كاتب، طلعت is archive is author. فها بتشوف كل التفاصيل، كل الريكوست، كل الاوفر فيو للسيستم تبعك، قديش باخذ تايم. طبعا هنا بيعطيني فوق بيعطيني 0.43 اللي هو قديش وقت تلويد الصفحه، حجم الصفحه. فهي كلها امور انا بستفيد منها، شو الكويريز اللي انعملت. يعني في هاي الصفحه في عندي سيلكت، في عندي 25 كويري في داخل هاي الصفحه. تخيل هاي الصفحة البسيطة احنا ماخذين فيها 25 كويري. في عندي show one اللي هو في tables. في عندي هنا total 26 دي total queries. شو الكويريز، كل الكويريز اللي تم نداءها بهاي الصفحة تقدر تشوفها هنا. يعني في عندي query مثلا select options from wp options where autoload equal yes. شوف في عندي كويريز تاني سيلكت اوبشن فالي كذا. في عندي طبعا هاي خطيرة جدا الإضافة، يعني بس يعني تقدر تخترق الموقع من خلالها لأنه كل كويريز عندك بتبين. ف إضافة يعني مش بسيطة. طبعا في عندي هنا إعدادات اللي هو ست اوثنتيكيشن كوكيز. في عندي بقدر أقلب المود فيرتيكال أو هوريزونتال، بقدر أسكرها وتطلع فوق هنا. فهي برضو إضافة أخرى إحنا بنستخدمها في الديباج للمواقع، أنصحكم تستخدموها في حل مشاكل. لما تخلصوا حل مشاكل وتتبعوا الكود شوف كيف البرفورمانس ماشي، تقدر تروح دائما على الديأكتيفيت وتعطل هاي الإضافة. فهي الطرق اللي إحنا بنستخدمها في تتبع الأخطاء في الووردبريس، بالإضافة لطريقة اللي هي أورور لوجينجز شرحناها مثلا في دورة شابتر للبايثون كيف نعمل ايرور لوج ترابل شوتنج على مستوى السي بانل. لكن بشكل عام احنا بنعمل ترابل شوتنج من خلال ووردبريس، من خلال تفعيل ال wp config file، بالاضافه لكويري مونيتور بنتابع الصحه الخاصه في الموقع بالاضافه للسايت هيلث. كل هاي بتعطينا احصاءات كامله عن الموقع. طبعا دائما حاول انه الاضافات اللي انت بتستخدمها تكون يعني مستخدمها بشكل صحيح. اذا اضافه فيها مش مستخدمها اعملها ديليت، إضافة بدها تحديث اعملها أبديت، إضافة مش لكلها التحديث الخاص فيها اتأكد إنك تجيب التحديث الخاص فيها بطريقة قانونية، عشان دائما السايت هيلث الخاصة فيك في التولز تكون عالية جدا، وبالتالي ما يكون عندك مشاكل ويكون موقعك يعني سريع وبدون أي مشاكل تذكر. فموضوع الابديت خاص بالوردبريس لازم تحاول على الاقل تعمل تحديث لموقعك بشكل شهري، بحيث ما يكون في جابس بالابديتس الخاصه بالبلجنز، تكون محدث البلجنز اول باول. يعني في بعض المواقع زي ما شايفين هنا في موقع مثلا نشتغل عليه، في شوف كميه الابديتس البلجنز، في عندي 26 بلجن بدهم تحديث، فمفروض لا البلجنز الموجوده يتم تحديثها اول باول بدون ما يصير عندنا مشاكل، وبدون ما يكون عندنا يعني gaps في الابديتس. يعني هنا مثلا من 26 صار عندنا 6 ابديت، في عندنا بلجن ثاني المفروض نشتغل عليها، بلجن ما بدك اياها ممكن تعملها ديليت وتشيلها من الويب سايت تبعك. كل ذلك بيلعب دور في انه السايت هيلث اللي عندك يكون عالي، بالاضافه للكويري مانيتور اللي حكينا فيها بتساعدك بشكل كبير انك تفحص الموقع، تشوف الأداء والبرفورمانس، وكل ذلك بيلعب دور كبير في إنه الزبون لما يدخل على موقعك يكون موقعك أداؤه سريع وقوي. يعني هنا مثلا في عندي خطأ REST API encounter error، ف
نقدر نشوف انه في ايرور في الكيرل مثلا، في مكتب اسمه كير في السيرفر تاخذ اكثر من 10 ثواني في 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 المعالج. فانا عشان عرفت انه في خطا مثلا معين، هذا الخطا الموجود عشان اقدر احل هذا الخطا بدي اروح اتبع الكويري مونيتور اشوف وين الخطا موجود في اي اضافه في اي بلجن، واقدر ادخل عليه واصلح المشكله هاي. ممكن اضطر احيانا ان افعل دبليو بي كونفيج ايرور ديباج مود عشان اشوف الاخطاء واحلها. فهذا فيديو كامل وشامل، حاولنا نورجيكم كل الاشياء اللي انت ممكن يعني تستخدموها في حل مشاكل ووردبريس، بحيث انك تحصل على سايت تكون بمستوى جيد ومستوى ممتاز في مواقعك كمطور ووردبريس. مرة أخرى بشكركم للمتابعة، كان معكم أحمد ناصر من موقع mbilarabi.com للتدريب التقني الاحترافي. ما تنسوا تتابعونا في دوراتنا الاحترافية على موقع mbilarabi.com، تابعونا على جميع حساباتنا، اشتركوا بالنشر البريدية، بشرفني دائما انضمامكم لي في جميع دوراتي، وأيضا بدعوكم دائما لمتابعتنا على حسابنا على انستغرام للحصول على كل جديد ومفيد في عالم البرمجة والتطوير والتسويق الإلكتروني. مرة أخرى بشكركم، نراكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى قادمة.